عجل سيف نبيل في المستشفى وشقيقه يكشف عن حالته الصحية. أدخل الفنان سيف نبيل منذ أيام إلى المستشفى إثر حالة صحية استدعت بقاءه تحت المراقبة مدة 48 ساعة، لكنه لم يعلن الأمر للجمهور حتى لا يثير البلبلة. وطمأن شقيقه أمير نبيل الجمهور على صحة شقيقه خلال إيفنت خبير الشعر أحمد سلمان المتخصص بالعناية بالشعر وعلاجه الذي أقيم في دبي، وحضره عدد من المشاهير أبرزهم سلاف فواخرجي، بدرية أحمد وغيرهم. وكان من المفترض أن يكون سيف حاضراً في هذه المناسبة، إلا أنه تغيب بسبب العارض الصحي. يعني ما تصور أقل من 48 ساعة كان بالمشفى، الحمد لله والشكر كل شيء تمام وأسد. وأوضحت المصادر أن الفنان العراقي سيف نبيل غادر المستشفى بعد تماثله نسبياً للشفاء، وكشف شقيقه أن سبب دخوله إلى المستشفى هو تعرضه لتسمم غذائي، حيث نصحه الأطباء بالالتزام بنظام غذائي معين لمدة 6 أيام في الأسبوع، ويوماً واحداً يأكل ما يريد، لكن معدته لم تحتمل فحصل التسمم ونقل فوراً إلى المستشفى. من جهة أخرى يستعد سيف نبيل لإحياء مجموعة من الحفلات قريباً، حيث ستكون أولها بدبي الإماراتية. ويذكر أن سيف قد أصدر مؤخراً ديو غنائي مع الفنانة بلقيس بعنوان ممكن، وحقق الكليب أكثر من 54 مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند التيك توك. ممكن. قد راجت شائعات تفيد بأن بلقيس وسيف نبيل على علاقة غرامية، لكن الأمر ليس أكيداً، وما زلنا بانتظار تأكيد أحد الطرفين للأمر أو نفيه. مبروك 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 يا بلقيس. يا خطير ما تحتاجه مجموعة. Thank you. Thank you.